اليوم موضوع الأكلات السريعة ولا معروفة عندنا بالفاست فود. أكيد حين نناقشوا كل هذا الموضوع، المخاطر تاعو واش تسبب لنا هاد الأكلات، مع الطبيبة اللي حاضرة معنا في البلاطو اليوم الدكتورة وداد حناشي. صباح الخير ومرحبا بك معنا. الله يسلمك، صباح النور بلاطو الوطنية، يعطيكم الصحة على هذه الاستضافة. شكرا لك. نعم. الله يسلمك. نعم دكتورة وداد، ربما إذا تحدثنا وحكينا عن الفاست فود أو عن الأكل السريع، أكيد هو عبارة عن بحر واسع جدا، عبارة عن كتاب يفتح ولا يغلق إطلاقا. الكثير من العوائل، الكثير من السيدات، الرجال، الصغار، الكبار، أكيد حتى في بيوتهم، حتى في وجبات العشاء صاروا يأخذون الأكلات السريعة، يعني الفاست فود. فوش رأيك في كل هذا؟ وش تقدري تحكي لنا عن الفاست فود؟ الو، كيما نعرفوا الأكلات السريعة دوكا ولات المشكلة، ولات ثاني كل حل في هذا العصر اللي ولينا فيه اكتويلمون. جينيرالمون ما ولاوش يحبوا يعيوا روحهم بزاف، كيما راك تقول يلحق العشاء ولا تقول لك ما لقيتش واش نطيب، ما لقيتش واش نوجد، الوغ ندير عفسه خفيفه وسريعه. حتى ممكن تشريها. اكزاكتومون، ولاو يديروا ميم لا ليفغيزون صادير للدار. دونك على بالكم اكزاكتومون، سهلوا لهم كاع الامور. اكزاكتومون. دونك كيما نعرفوا الاكلات السريعه ولا بما يعرف لو فاست فود ولا لو جانك فود، هي اكلات اللي تكون ما تختصر لكم الوقت، سما نحضروهم في وقت قصير، يكونوا بنان، هذا واش يخلي الصديق المواطن اشاك فوا يحبو اكثر واكثر، وتكون تانيك بارخص الاثمان كي نكومباريوها مع الاكلات اللي تكون اطباق كامله اللي فيها الخضروات وكلش والسلطات. نعم. طيب اكيد ربما في مع كل دخول اجتماعي جديد عندنا بزاف خدامين يقول لك نشري انايا اكله سريعه كمن برا خير ما نجيب معايا مدار باش نقتصد، ربما باش نختصر الوقت كذلك، فواش تحكينا على هذه النقطه؟ هي خاصة دوكا مع هاد المناسبات، ولا نعرفوا خاصة دوكا في الوقت اللي رانا فيه سي الدخول المدرسة، دونك يديروا الاحتياجات تاعهم، عارم يتجراو مع ولادهم ايتو، تسمى مع التحضيرات وكلش. يقول لك كسوسوا لا ماما ولا ميم لو بابا، ما عنديش الوقت نروح نقضي، لا ماما تقول لك ما عنديش الوقت باش نبدا نوجد، يا ربي نبدا نوجدهم يقراو وكلش. دونك ولينا كيما قلت لك يختصروا كامل المأكولات، يديروا دي ساندويتش، يديروهم سوا في الدار سوا يشروهم من برا، سوا دي برجر ايتو. هذا هو المشكل اللي رانا فيه دركا. نعم. يعني كاين انواع متعدده ما شاء الله. وين تروحي تصبي كل انواع المأكولات السريعه، فربما واش دير هذه المأكولات السريعه في اجسادنا حنايا بعد ما ناكلوها؟ هي المشكل دوكا تاع المأكولات السريعة، المكونات تاع الأكل السريع، أكل سريع يقدر يكون سريع، تسمى الوقت اللي نحضرو فيه يكون قصير وكلش، مي تكون تسمى المكونات تاعو مكونات تفيد الجسم تاع الإنسان. يعني صحية. إكزاكتومون، صحية، تسمى نعتمدو على الخضروات، نعتمدو على البروتينات، ونعتمدو تانيك على الصلصات اللي تكون محضرة في البيت، هادوما سي الأكلات اللي ما يضروش جسم الإنسان. تحضير صحي، مي حنايا ما يفهموش هاد النقاط، حنا واش يعتمدوا؟ تقول لك كل ما هو مقلي، تسمى يعتمدوا على اللحوم ولا صديق الدجاج يقليه ويحضروه، ولا بطاطا، نقدروا ما نديروا صديق اللحم المفروم، فوالا لا فيون داشي. والمشكل الثاني انه يزيدوا حاجه تاع القلي كيما قلتي، باغ اكزومبل سي البطاطا المقليه، فوالا دونك لي فريت. يعني كلها عباره عن سلسله من الدهون متراكمه مع بعضها البعض. اكزاكتومون، فوالا. وينساو هذيك النسبه تاع الخضروات، ولا ما يحضروهاش كامل، كسوسوا في الطبق تاعهم ولا داخل الساندويتش، تلقايهم جينيرالمون ميم كيديروا لا كوموند راكم حضرتوا تسمى وكليتوا برا، يقولوا لهم تعيشوا ديروا لنا غير لا فيوند ولا ديروا لنا غير الدجاج، دير لي عمر لي الصلصات، المايونيز، كاتشوب، هريسه ومنكهات واحد اخرين، ودائما غائبه هذيك الحصه تاع الخضر، جامي تسمعوا من حولي لا سالاد، من حولي طومات، مايس، فوالا، زيتون، هادو كاع ما يحضروش في الساندويتش. صحيح. وحتى يعني لا 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 كما قلتي انه الصلصات يتم اعتمادها كثيرا، وربما هي الخطر الاكبر. فلما نروح ربما لمحلات طبعا بيع الاكلات الاكلات السريعه، تجدين يعني صلصتين او ثلاثه يحطوهم، والكل ربما يتناول هذه الصلصات، فهل هذه الصلصات ربما تؤثر بطريقه ربما سلبيه اكثر لدرجه انه تصير خطره؟ بيان سور، الصلصات كيما نعرفوها ولا المنكهات، محسنات المذاق، هادو كامل التتبيلات وكلش، هادو ما هما يعتمدوا على هاد الطريقه كنوع من انواع لا بوبليسيتي، تسمى تشهر الاكل تاعهم. حنا كيما نعرفوا انت باش تجيك دوكا تحب تسمى تاكل ولا، سي الاعتماد على الحواس تاعك، تسم تشم ريحه بنينه
ولا تذوق باللسان تاعك تسمى المنكهات هذوما تحط معاهم. دونك نتوما يخي غير تتحطوا في لاطابل تلقاو عندك انواع كثيره من التتبيلات. فوالا، وهي المشكل في التتبيلات هذه ولا المحسنات تاع الذوق، فيهم مواد كيميائيه اللي تكون خطيره. تسمى كيما لي صوص يعني. يعطيك الصحه، كيما لي صوص التركيبه تاعهم فيها تركيبه اللي نقدروا نوجدوها في البيت من انواع الصلصات، من المشكل تاعنا سي المواد الكيميائيه هذوك المحسنات تاع النكهه تخليك تحبي توجور تزيدي تاكلي تزيدي دوموندي. هذا هو المشكل اللي رانا هي يعني كما قلتي هي تدخل ضمن سياسه الترويج والتسويق لدى مثل هذه المحلات. نعم. طيب نرجع الى المقلي، يعني كل الاكلات السريعه ما تغيبش عنها الاشياء المقليه سواء بطاطا ولا لحم ولا دجاج، يعني احكي لنا عن الزيت ربما اللي يستعملوها هاد المحلات، محلات البيع السريع والاكل السريع، يعني الزيت هذيك هل هي صحيه ام لا، شحال عدد الاستعمال ديالها الى غير ذلك. داكوغ، هي كيما نعرفوا كيما قلت المقليات وكلش، المشكل تاع الزيت نعرفوه باللي الانواع تاع الزيت اللي يعتمدوها للقلي هي تسمى زيوت مشبعه. واش معناها زيوت مشبعه؟ تسمى كي تستخدميها في عمليه القلي ولا راح تاثر سلبا على صحه الانسان. يعني ماشي الزيت اللي نستعملوها احنا في البيت؟ سي نفس الزيت اللي نستخدموها في البيت، هذاك الزيت صونغويتو. لكن لماذا نقول زيت مشبع؟ زيت مشبع سي داخله في التركيبه الكيميائيه تاعو، وحنا الزيوت المشبعه علاش ما نحبوهاش ونفضلوا الزيوت الغير مشبعه؟ تسمى الزيوت المشبعه تمتمدي لك ترسبات فوق الاوعيه الدمويه، تطلع لك السكر وعندها بزاف مشاكل. الكوليسترول. كونترارمون اكزاكتومون سي لو موفي كوليسترول، ال دي ال كوليسترول، كونترارمون الزيوت غير مشبعه كما تعرفوا انتم الاوميغا 3 وما غيرها، هذيك تسمى ما تاثرش بس راح تفيد كثيرا المخ، تفيد مام الانشطه البدنيه. دهون صحيه. دهون صحيه اكزاكتومون. دونك القلي الزيت تاع القلي هو ضار بصح كاين ليميتي، والاستخدام تاعو تسمى نعرفوا شحال نستخدموه ما يديرش مشاكل بزاف في الصحه. المشكل الكبير انه الزيت هذيك تاعهم اشاك فوا يعاودوا فيها القليان، تسمى ماشي يستعملوها 6 خطرات 9 خطرات 10 خطرات ماكسيموم، تلقيها قلو بها كثير من المرات. يعني شحال من خطره احنا نقدروا بالك نقلوا بالزيت تاعنا سواء البطاطا ولا غيرها؟ نعم. احنا فيما يحب تسمى الزيت تاعك لازم تشوفي تسمى اللون تاعو، تشوفي مام الريحه تاعو، الناس اللي تعرف تتبع هذاك الزيت. تسمى كي تبداي تقلي فيه وتشوفي اسك راهو يقلي لك الماء الدم مليح ولا لا. لو فات تلقاي ديجا حبه البطاطا ولا اللحوم ما راهيش تتقلى مليح، لو فات تزيدي تقوي درجه الحراره تفهمي باللي الزيت خلاص خلصت الاستفاده منه. مي حنا يعرضوه الحراره تسمى جد عاليه والاستخدام يكون كثير، مما يسبب انه يولي مسرطن، يسبب الكثير من السرطانات مالوغوزمون. يعني من اسباب ربما الزيت اللي تستعمل بكثره حتسبب السرطان، لو تفصلين اكثر في هذه النقطه. ما فيهش مشكل. الوغ واش نفسر لك في المشكل، العلاقه الوطيده بين المواد هذوما اللي اشاك فوا تعرضهم لحراره كبيره وعاليه، واش يصرى لها؟ سي التركيبه الكيميائيه اللي تتبدل، والجسم تاع الانسان معروف اشاك فوا يعرف هذيك الماده على طريقه معينه، ومن بعد انت تبدلي له هذيك الصيغه الكيميائيه. مع الوقت يصراو هذوك الترسبات وتكون علاقه وطيده مع صدغ تشكل الاورام بما يعرف لي كونسير. نعم. وربما على ذكر السرطانات، على ذكر الأمراض، على ذكر ربما عديد الأشياء السلبية التي تسببها، ربما يسببها سوء التغذية، سوء التسيير التغذوي، فهل تشوفي أنه سيدة وداد أنه للجزائريين وللمواطن الجزائري بالتحديد ربما ثقافة في التغذية؟ هي لو كان نشوفوا بدات تدخل شويه هذه الثقافه مؤخرا، ما كانتش عندنا الثقافه هذه تاع التغذيه، مي مؤخرا ولاو الصدغ يهتموا بالغذاء تاعهم، ولاو مام الاستشارات عند الاخصائيين تاع التغذيه كثرت في الاونه الاخيره. نقدروا نقولوا بلي ولا توندونس تسمى بوكو بلوس سينسا اللي يحبوا ينقصوا في الوزن وكلش. مي كاين لو فولي هذاك تاع كيفاش ناكل غذاء صحي، ماشي حتى نمرض، ماشي حتى يشدني السكري، ماشي حتى يشدني ارتفاع الضغط الدموي ولا مرض تاع القلب ولا مرض كلوي، وماشي حتى نسمن باش ندير تسمى نظام صحي. لازم نعتمد النظام الصحي قبل ما يجوني هاد المشاكل تاع الصحة. طيب كاين كذلك دكتورة يعني من الأكلات اللي تسبب تسممات غذائية للإنسان بعد ما يأكل مباشرة، يعني أكل سريع ولا غيره، المأكولات اللي تكون خارج البيت. فشنو هو السبب يعني لهذه التسممات الغذائية اللي تحدث خصوصا في فصل الصيف؟ يفتحت
صديق قوس جد مهم في هذه الفتره، سورتو كنا دوكا في فتره الصيف ورانا داخلين في فتره الخريف، والتغير ديجا تاع الجو والحراره يلعب بزاف دور في هذه التسممات. هي جينيرالمون التسممات الغذائيه من واش تحدث؟ في كثير من المرات عندنا بزاف اسباب، بالمشكل الاساسي والكبير سي صديق النظافه. تلقاي ما ينظفوش هذوك المواد تاعهم، المكونات تاعهم ما يغسلوهمش مليح، كسوا الخضروات اللي نوجدوها في لي بلا تاعنا ولا مام الماكولات. هذا السبب المهم سي النظافه، ما يحترموش كامل قواعد تاع النظافه. مام الناس تلقايهم مرض لا قدر الله في صباحهم، عندهم صديق بكتيريا، التهابات في اليد، تلقايه نورمال ما يلبسش لي غون تاوعو، ما يحترمش قواعد النظافه، وتلقايه يطيب وهذيك الميكروب يتمشى. يعني تمشي فوالا يتمشى من انسان لانسان، ماده ملوثه ياكلوا منها مجموعه من الاشخاص يحدث هذاك التسمم الغذائي. وكاين انواع بزاف من البكتيريات، كاين بكتيريا يظهر تمتم الاعراض تاعها 4 ساعات 8 ساعات، كاين اللي تشد 24 ساعه، كاين اللي تشد 48 ساعه، كاين ميم اللي تشد 3 ايام باش يبدا يخرج. الوغ كو المواطن ما يفيقش باللي كيكلا في هذاك الريستورون ولا كيشرى هذاك الفاست فود صرا له هذاك التسمم. نعم سما هذا النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ما يحترموش لاشين فخواد. لاشين فخواد تسمى راكي كونجليتي هذاك العفصه ومن بعد ديكونجليها باش تبدا يطيبيها. تلقاي هذاك كي تصراو لي كوبور تاع ليكتريسيتي وكلش، واش يصرا؟ ديكونجلا شويه غير تعاود ترجع ليكتريسيتي، تعاود تزيد تتجمد. تسمى انت ديجا التفاعلات الكيميائيه يبداو يصراو في هذيك الماده، خاصه اللحوم معروف هذا الشيء. ربما تتعفن يعني بتلك الطريقه. يعطيك الصحه تتعفن بهذيك الطريقه. كاين مشكل واحد اخر، ما يحترموش كي تكون حاجه كونجلي ولا يجبدوها يخلوها بالوقت تبدا صديق ديكونجلا. نو يزيدوا لها تسمى الحراره ولا باش يسرعوا هذيك العمليه. يعني يديروها في ما سخون. يديروها في ما سخون ولا مام يدخلوها في الميكرووند. كاين بزاف اخطاء شائعه مالوزمون. يعني يقدر يحدث تسمم غذائي ماشي غير من الماكولات تاع الخارج، حتى اللي تكون داخل البيت. حتى اللي تكون داخل البيت بطبيعه الحال نشريو ماكولات ولا نشريو اللحوم، خاصه تلقاي المواطن واش يدير؟ يروح يزيد يقضي هذاك النهار يشري اللحوم، يشري خضروات، يشري مام مواد تنظيف، مواد غذائيه، ينسى باللي شرى اللحم اللي لازم غير يدخل للدار، لازم يحطو اوموا في الغيفريجيراتور. تسمى طولي ديجا عليه لو فات تزيدي تدخليه تعاودي ديكونجليه كما فهمتك الخطا اللي راه يصرى، ويصرى نفس البكتيريا هذيك اللي تولي تسبب المشكل تاع الانتوكسيكاسيون. يعني دائما يبقى ربما الانسان وممارساته هم الحاكم والفاصل في كل هذا. يعني طبعا حسب كما قلنا ممارسات المواطن. سيدة وداد، ما هي ربما الفئة العمرية التي تتعرض كثيرا للتسممات الغذائية؟ هي التسممات الغذائيه ما تخيرش زعما اون ترونش داج ولا سن معين باش يصرى هذاك التسمم. مي لوجيكمون كيما نخمو الناس اللي يكونوا كبار في العمر ولا الاطفال الصغار جينيرالمون يتهلاو فيهم الامهات ولا تاع الدار، تسمى ياكلوا في المنزل تاعهم. هي جينيرالمون لي زادوليسون المراهقين ولي زادولت، تسمى الاشخاص البالغين هما الاكثر عرضه بطبيعه الحال بيسك هما الاكثر استهلاك لهذا صدغ لو فاست فود ايتو. مي الوقت الحالي اللي ولينا فيه كامل الفئة العمرية، ما من النساء الحوامل مالوغوزمون لحقوا الناوين يكونوا صديق استهلكوا ما كلاتش اكل صحي. بورتو حنا كيجوزوا عندنا في لا كونسلطاسيون ولا نحذروهم نقولوا لهم تغسلوا الماكله تاعكم بالصديق الماء والجافيل الخضره والفاكهه، ما تستهلكيش ما اكزاكتومون ما تستهلكيش مواد ولا لحوم ولا ما طيبيهمش مليح ولا نصف طاهيه، لازم تكون مطيبه مليح، ما يتبعوش هذه النصائح وبالتالي تصرى هذه التسممات. نعم طيب دكتوره وداد، نفهم من كل هذا الحديث انه الاكلات السريعه ممنوعه منعا باتا، ام هناك بلك اكلات سريعه نقدروا احنا ناكلوها عادي وما تسبب لناش امراض في المستقبل؟ هي ماشي المشكل في الاكله السريعه في حد ذاتها، هو المشكل في طريقه التحضير تاعها. تعرف منين تشريها؟ يعطيك الصحه المكونات والانسان ثاني لازم هو اللي خير تسمى لو ساندويتش تاعو. قال انت باش تروحي زعما تي كوموند ان ساندويتش ولا قال تحبي البروتينات تكون حاضره، قال الدجاج تاعي نحبو ولا اللحم المفروم تاعي حاضر، نحب ثاني انواع الخضروات نزيد نحطهم باش نيكيليبغي بين هذاك البروتين وبين الفيتامينات اللي كاينين في الخضر مع الالياف بيان سور. انا جو بريفير ثاني الصلصات مالوغوزمون حنايا يكثروا منهم بزاف يستهلكوا بكثره. تلقاي ساندويتش معمر صلصات فوالا لاصوص ميزون يقول لك فيها الفورماج صوص الجيريان اكزاكتومون تونيزيان. عندنا انواع مختلفه عملوا لنا كل انواع كثيره يعني.
فقط اطلب صلصه ويحضر لك ربما صلصه ما تتوقعهاش. اكيد نعم فوالا هذه هي تسمى لو ساندويتش هذاك يعني سي الانسان هو اللي يتحكم فيه. تسمى نتايا كيما راك توجد لاسيات هيلتي تاعك في الدار ولا هذاك الصحن الصحي تقسمه نص خضر ربع تاع البروتينات وربع تاع النشويات. تسمى لو ساندويتش تاعك ديجا فيه النشويات سي لو ساندويتش الخبز هذاك. تقعد لك لاباغ تاع لي بروتيين تخيري الدجاج تاعك ولا اللحم المفروم ولا اللحمه ومع الخضروات لازم تعمروا بالخضره بالالياف فوالا. وانا كيما سبق وقلت لكم اي دومونديو غير لاباغ تاع البروتيين الصلصات لي فخيت يكونوا مقليين بزاف ويكثروا الصلصات. نعم. سيدة وداد يعني او دكتورة وداد في 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 ظل كل هذا اكيد يوجد ربما حلول يوجد طرق لابد اتباعها، فوش رايك انت ما هي الطرق التي لابد اتباعها حتى ربما نملك نحن الجزائريون وحتى العرب ككل والعالم ربما ثقافة غذاء ثقافة صحية ثقافة مبنية على قاعدة صحيحة تبعدنا على الكثير من الأشياء السلبية؟ هي في واش نقدروا نعتمدوا سي اختيار المكان. تسمى نعرفوا ان ريستورون باللي هذيك الماكله تاعو نظيفه ما يصراوش تسممات فيه ما كاش مشاكل غذائيه. تسمى ديجا كي بريزونتيو لك صادير لو منيو تاعهم تعرف ابو بري تخير الماكله تاعك. تسمى يولي الاول والاخر سي الاختيار الامثل تاع الاكل تاعك. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ما نستهلكوا لو فاست فود مانيش نقول لكم نمنعوه من عنبات نستهلكوه سون بروبليم مي او موان ليميتي تسمى العدد المرات اللي ناكلو فيها ماشي كل يوم فاست فود صباح وعشيه سي تو تافي نورمال. واحد مرض يتسمم يسمان يشدو السكري ارتفاع الضغط الدموي امراض قلبيه لي زافي سي وما يليه. تسمى او موان قالو موان قال خطره في السمانه نقدر ناخذ ساندويتش ولا الماكسيموم سي دو فوا باغ سومان ونخيرو بيان سور نوعيه الغذاء. انتيا كي تاكلي ولا انتيا كي تاكل تسمى تتحسس هذاك الاكل اسكو راهو طيب مليح اسكو راهو ني اسكو تسمى ناقصين نوع فايس. تسمى الانسان ما يحشمش يقول تسمى واش يساعدو واش ما يساعدوش. كي ما يوالموش المكان يبدل المكان. وكي نولو تاني النقطه الثانيه هي نورمالمون يكونوا دوريات تاع المراقبه تاع المراقبه يعطيك الصحه. نشوفوا لاشين فخوات تسمى ماشي كيما قلت لك مع لي كوبور تاع ليكتريسيتي وكلش ماشي تبرد تجمد وتعاود تنحي التجميد وتعاود تجمدو. تسمى هذه سي المراقبه هي الحل الامثل. نعم. طيب دكتوره وداد قبل ما نختم معاك النقطه لازم نطرقوا لها عبود هي اكله جزائريه معشوقه الجماهير الجزائريه اللي هي الكرانطيطه. هل هي نقدروا نقولوا عليها صحيه يقدروا ياكلوها ربما يقدر ياكلها الفرد وما يمرضش ام انها يعني عكس واش انا نقولوا كامل؟ لانه يعني عفوا ممكن قطعتك كريمه لانه الكرانطيطه كانت طبق عادي ثم الجزائريين يعني ما شاء الله علينا احنا الجزائريين دائما نخترع العجائب والغرائب فمن طبق عادي الى ساندويتش فصار ربما ابسط ساندويتش في العالم الكل في الكرنطيطه وبنينه اي والله. ثم دوروا دوروا تعاودوا ترجعوا للجزائري واش يخير حاجه بنينه سهله التحضير وتكون بارخص الاثمان. هذيك هي اللي راح تساعدوا بوكو بلوس. بارابور للطبق هذايا هو يعتمدوا فيه الصدر يعتقدوا الكثيرين باللي طبق مغذي وهو طبق غير مغذي. علاش؟ بيسك ناقص قد ما يكون هو غني بالسعرات الحراريه. من كي نروحوا نشوفوا المكونات ولا المغذيات هو فقير بالمغذيات. ولو كان تشوفي الصدر الانظمه تاع الغذاء في الخارج ولا يقول لك طبق فقير من المغذيات. تسمى ما تاكليهش وحده دائما لازم تزيدي فيه خضروات لازم تزيدي فيه نشويات وكلش ما تعتمديش تسمى كطبق بالرغم من انه يعني حميصه واحد. حمص الكرانطيطه هي التركيبه تاعها هي حميصه يعني واحده والحمص فيها البروتينات. نعم. تسمى سي البقوليات فقط ما فيهش الاغذيه المساعده كيما الخضروات وراه الالياف وراه من النشويات اللي يساعدوا جسم الانسان وكلش مع يزيدوا فيها الهريسه والكمون. انا قلت لك هو طبق بنين وكلش مي ما يكفيش تسمى الاحتياجات الغذائيه تاع الانسان. وهو عالي بالسعرات الحراريه. تسمى تاكلي هذاك الطبق او ساندويتش صغير تتعمري بالسعرات الحراريه مي كي تشوفي المغذيات فقير جدا. نعم. طيب شكرا لك دكتوره بداد على كل هالتفاصيل حول موضوع الفاست فود المشهور هنا في الجزائر. كلمه اخيره تقولها معنا؟ ان شاء الله نكونوا استفدتوا معايا وفدتكم بالمعلومات اللي جبتهم.
فوالا ان شاء الله نكون قدرت شويه نصحح بعض المفاهيم الخاطئه عند الجزائريين. نعم. وان شاء الله الانسان هو اللي يتحكم في الطبق تاعو، ما يخليش الطبق هو اللي يتحكم فيه. نعم اكيد. شكرا لك على كل هذه المعلومات وعلى كل هذا التفاصيل.